بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، تحية أخرى لكم مع انطلاقة هذا الشوط الذي يعتبر الحادي عشر البكار الإذاعة المهجنات الأصائي لأبناء القبائل. انطلاقة جميلة وموفقة بإذن الله تعالى. نعود ونتابع معكم مقدمة الشوط والمركز الأول. نرى هناك من البداية من تبدأ لنا، هناك انتصار لحميد بن راشد بن غالب المنصوري، هذا هو أيضا شعار بن غالب يتصدر الموقف من البداية ليبدأ هناك منافسة أخرى. أحد الشعارات التي أيضا مشاهدي الأعزاء متواجدة في هذا الشوط. نتابع المركز الثاني مشاهدينا من خلال هذا النقل الحي والمباشر لقناة ياس. شكرا حسين السيد في الإخراج وهناك الإخوة في العمليات. نعود ونتابع معكم هنا المركز الثاني التي وصلت وتسللت في هذه اللحظات. نعم هي مشكورة لسالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري، واللي وصلت الآن وبدأت باندفاع في هذه اللحظات اللي هي الشاهينية لمعيوف بن سعيد بن عبيد الدرعي، هي التي انطلقت في هذه اللحظات لتنافس المراكز المتقدمة. مركز آخر قادم هو المركز الرابع لتنطلق هذه، تنضم للمجموعة الأولى حشيمة بإشعار وملكية مبارك بن حمد بن راشد الاكتبي، وصلت بدورها إلى المركز الرابع. نأخذ المركز الخامس، وصول المركز الخامس من خلال هذه النقلة الجميلة والتقدم الممتاز مشاهدينا من خلال وصول عجائب لمنصور بن صالح بن طرشوم، شعار بن طرشوم العامري اللي وصل إلى المركز الخامس. نقلة أخرى بالمركز السادس الوصول والقدوم من قبل المياسة لعبد الله بن مايوف بن محمد العامري التي انطلقت من الجانب الدوني، والنقلة أيضا المركز الثامن الوصول والتسلل من عمق الميدان، وانطلاق جميل ومميز مع شرقة لسالم بن عبيد بن سالم الراشدي من عمق الميدان تسللت، ومن الجانب الآخر أيضا منحاف لحمد بن سعيد بن علي المزروعي. هذه الكوكبة الجميلة وهذه الصورة التي تأتيكم على الهواء مباشرة لهذه البكار وهذا الشوط. شوفوا هنا أيضا كاميرات ياسة تنطلق بهذه الصورة الجميلة، يا سلام عالية الجودة HD تنطلق في الوثبة ما شاء الله. الشباب هنا أيضا متواجدين، وفق محمد في السيارات المتابعة لينقل لكم هذه اللقطات الجميلة. نعود للصدارة، نعود للأداء، نعود للمقدمة، وشوفوا اللي سللت الآن وانطلقت مشكورة. سالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري ينطلق بالمركز الأول من الجانب الدوني، الزحمة قادمة بقوة. شوف اللي انطلقت، شوف هناك الغادر حشيمة المبارك بن حمد بن راشد الاكتبي جرت الشوط انطلقت، ولكن ايضا شعار قادم شعار بن طرشوم يتسلل ينطلق من عمق الميدان، متواجد مع ايضا عجائب منصور بن صالح بن طرشوم العامري، واللي وصلت الرابعة ومنحاف لحمد بن سعيد بن علي المزروعي، وصل بدوره ايضا لينضم الى القائمة الاولى. اندفاع انطلاق من الناحية الاخرى مع الظبي لحامد بن حماد الاكتبي اللي من الجانب الاخر. الله يا بن حماد من الناحية الاخرى دخولك ممتاز يا بن حماد، يا سلام. نعود شوف اللي وصلت ايضا وتسللت تماما واندفعت، ولكن لابد ان نعود للصدارة لان بن طرشوم جر الشوط ما شاء الله ما شاء الله كالعادة. شعار يعرف الكثير والكثير، عجائب منصور بن صالح بن طرشوم العامري تتقدم تنطلق بالمركز الاول بالصدارة. الله بدأت بالاندفاع هنا المنصة بانت ما شيء باقي، تحركت منحاف
لحمد بن سعيد بن علي المزروعي. المزروعي يتحرك وناخذ من الجانب الاخر اللي واصل ايضا مشاهدينا من الناحيه الاخرى دخوله ممتاز. ومن الجانب الدوني ايضا مياسه وحشيمه لمبارك بن راشد. يا سلام بن حمد بن راشد الاكتبي الظبي لحامد بن الشدي بن حماد الاكتبي. الله على الشوطه، الله على الاداء. اتحركنا البكار، انطلقنا البكار، قال باي باي بن طرشوم. بن طرشوم المنصه ما شيء باقي. حركوهن حركوهن، ال 500 متر الاخيره منشوله، ال 500 منشوله. الله شوف اللي حرك هناك، شوف اللي حرك هناك، شوف اللي انطلق، اللي انطلق. يا سلام يا سلام يا سلام يا بن حماد، بن حماد الاكتبي. ولكن من الجانب الاخر الدخول، الله هو بالفعل مع الظبي حامد بن الشدي بن حماد الاكتبي. يا بن حماد يا الاكتبي، يا السلام، الاسم اسم شعرة والاداء جميل. يا السلام، هذا هو مشاهدينا حامد الشدي بن حماد الاكتبي ينطلق الى الصدارة. والسلام يا بن حماد الاكتبي بهذا الفوز الجميل المستحق. المركز الثاني هناك متعبة لسيل بن احمد محمد بالحطم، فاجأنا بالحطم في اللحظات الاخيرة. المركز الثالث كانت التواجد من عجايب لمنصور بن صالح بن طرشوم العامري. المركز الرابع مشاهدينا كانت حافلة حمد بن سعيد بن علي المزروع. المركز الخامس التواجد من ايضا حشيمة لمبارك بن حمد بن راشد الاكتبي. عودتنا الى حسين السيد والإعادة بالحركة البطيئة والتوقيت الزمن 6:04:09 من الثانية. تهانينا بفوز الظبي لحامد بن الشدي بن حماد الاكتبي. والسلام يا بن حماد، سلام على هذا الأداء الجميل بالمركز الأول. المركز الثاني 6:05:08، واللي وصلت اللي هي متعبة لسهيل بن أحمد بن محمد بالحطم العامري، فاجأنا أيضا بالمركز الثاني. والمركز الثالث